اليوم الجو البارد شهر الثاني والسمك وايد وخير من الله. هذا عندنا سمكة الزبيدي، هذه ب 17000 دينار. عندنا هاي الخشن ب 40000 دينار. عندنا هذا الشانق ب 7500. طبعا هاي السمك كلها عراقي. هذا عندنا ب 7500 النويبي الوسطي، النويبي الخشن ب 10000 دينار. عندنا هذا سلطان ابراهيم نسميه شانق الاحمر ب 5000 دينار. عندنا هذا العندق ب 6500. وعندنا هاي سمكة المزلق ب 7500. عندنا هذا الربيان المفلس 9000 دينار. عندنا هذا ربيان ما مفلس الشحيمي ب 6500. هنا عندنا السمان، هذا طبعا نفس الهامور، هناك بالمحافظات يسمونه هامور، احنا نسميه السمان، كيلو ب 9000 دينار. عندنا هاي سمكة البياحة الموجودة بكل المحافظات موجودة حاليا، كيلوها ب 6000 دينار. عندنا هاي سمكة النقرور، هذا نفس الشعب بالضبط ما يختلف اي شيء بس الاسم، كيلوها ب 9000 دينار. عندنا هنا جامبو، وما ادراك ما الجامبو، هذا الجامبو ب 22000. طبعا عندنا هنا سمكة البرطام ب 7500. عندنا هنا سمكة الشعري ب 6000 دينار.